بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أوصيكم ونفسي بإخلاص النية لله تبارك وتعالى بحضور مجلس علم الدين. وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى قول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. أصحاب النار يعني أهل النار المستحقون لعذابها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل، إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، وهو لقب له، إسرائيل لقب لسيدنا يعقوب، ومعناه بلغتهم في لسانهم صفوة الله أو عبد الله. إسراء معناه عندهم العبد أو الصفوة، وإيل بالعبرية هو الله. وإسرائيل هذا الاسم، هذه الكلمة ليست منصرفة، يعني ممنوعة، هي ممنوعة من الصرف. ليه؟ لأنه من الممنوع من الصرف إذا كان الاسم اسم علم وكان أعجميا ليس عربيا، اسم علم أعجمي يكون ممنوعا من الصرف. إسرائيل تقول مثلا قال إسرائيل، لا تقول قال إسرائيل. رأيت إسرائيل، مررت بإسرائيل، بإسرائيل. قال يعقوب، رأيت يعقوب، مررت بيعقوب. فإذا إسرائيل المراد به يعقوب عليه السلام. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ذكرهم الله تبارك وتعالى النعمة، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني لا تخلوا بشكرها، لا تخلوا بشكرها. وأطيعوا المنعم، أطيعوا الذي منحكم هذه النعم وهو الله تبارك وتعالى. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أراد بهذه النعمة ما أنعم الله تعالى به على آبائهم مما عدد عليهم، ذكر لهم ما أكرمهم به من الإنجاء، يعني رزقهم النجاة من فرعون وعذابه ومن الغرق ومن العفو الذي عفاه عنهم لما اتخذوا العجلة، ثم لما تابوا قبل توبتهم. قسم منهم عبد العجل،
ثم تابوا فعفى الله تعالى عنهم برجوعهم عن عبادة العجل، يعني برجوعهم إلى الإسلام، لأن عبادة غير الله تعالى كفر. كذلك من هذه النعم ما أنعم الله به عليهم هم أنهم أدركوا زمن محمد صلى الله عليه وسلم، وهو النبي المبشر به في التوراة وفي الإنجيل. فمعناه أن اليهود الذين كانوا في زمن نزول القرآن، الله تبارك وتعالى أمرهم أن يذكروا نعمته التي أنعمها عليهم، وهي أن أجدادهم الذين كانوا مع موسى الله تعالى أنجاهم من فرعون وعذاب فرعون، وأنجاهم من الغرق، وعفى عمن عبد العجل منهم لأنه رزقهم التوبة فتابوا فقبل توبتهم. ثم هؤلاء يعني الذين هم من ذريتهم موجودون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدركوا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فمعناه اشكروا ربكم الذي أنعم عليكم هذه النعم كلها وعلى آبائكم، حق عليكم أن تشكروا ربكم. كيف تشكروه؟ بالإيمان به والإيمان بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اشكروا نعمة الله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأوفوا يعني أدوا وافيا تاما. تقول في اللغة وفيت له العهد، عاهدت فلانا فوفيت له بالعهد، فأنا واف به، واف بعهدي، وأوفيت له بالعهد فأنا موف به، أنا واف به وموف به. والاختيار أوفيت، يعني يجوز في اللغة أن تقول أنا موف بالعهد، ويجوز أن تقول أنا واف بالعهد. الاختيار يعني الأفضل أن تقول أوفيت، لأن عليه التنزيل في القرآن، هكذا جاء التنزيل يعني القرآن. وأوفوا بعهدي أي بما عاهدتموني عليه من الإيمان بي والطاعة لي، أو من الإيمان بنبي الرحمة والإيمان بالكتاب المعجز الذي هو القرآن الكريم. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم أي بما عاهدتكم عليه من حسن الثواب على حسناتكم. إذا آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعتموه بما جاء به تكونون وفيتم بعهدي، فأنا أوفي بعهدكم من إثابتكم على الحسنات التي تفعلونها. وأهل الإشارة الذين هم أهل التصوف، أحياناً العلماء الصوفية لهم تفسيرات للقرآن الكريم يعني فيها إشارة، هذه الآية تشير إلى كذا وتشير إلى كذا. أهل التصوف العلماء منهم قالوا أوفوا في دار محنتي التي هي الدنيا على بساط خدمتي، أي أداء ما افترضت عليكم. هذا معنى خدمتي، أداء ما افترضت عليكم واجتناب ما نهيتكم عنه.
وهذه أمور معنوية، هذه أمور معنوية. كيف توفون بعهدي؟ بحفظ حرمتي، بحفظ حرمتي. يعني هذا مؤداه إلى أن تشكر الله تعالى حق شكره على ما أنعم عليكم من أنه جعلكم في زمان نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم. فأوفوا في دار محنتي، دار البلاء الدنيا، على بساط خدمتي. أنا في هذه الدنيا كلفتكم، أنتم مكلفون، يجب عليكم أشياء ويحرم عليكم أشياء، فاحفظوا حرمتي. أوفي في دار نعمتي التي هي الجنة على بساط كرامتي، لأن تنعم أهل الجنة بإكرام الله تعالى لهم وتفضله عليهم. أوفي في دار نعمتي على بساط كرامتي بسرور رؤيتي، وهي أعظم نعمة يحصل عليها أهل الجنة. رؤية الله تبارك وتعالى من غير كيف ومن غير مكان، كما ذكرنا في عدة دروس سابقة. الله تعالى قال: وللذين أحسنوا الحسنى كملوا وزيادة، وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا إيش لهم؟ الحسنى. شو الحسنى؟ الجنة. وزيادة، ما هي هذه الزيادة على الجنة؟ رؤية الله تبارك وتعالى. أعظم نعمة ينالها أهل الجنة هي رؤية الله عز وجل على ما يليق به. وإياي فارهبون، فارهبون يعني فارهبوني، فارهبوني، لا تنقضوا عهدي. معناه فارهبوا إياي، فارهبوا إياي، وإياي فارهبون، فارهبوا إياي. وآمنوا بما أنزلت، يعني من القرآن، أنزل الله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ما الذي أنزل على نبيهم؟ التوراة. ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما أنزل على موسى من التوراة في العبادة والتوحيد، في العبادة والتوحيد. وفي التوراة أيضا ذكر أمر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأمور ليس هناك اختلاف بين التوراة التي أنزلت على موسى وبين القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فيما يتعلق بأمر العقيدة. محمد عليه الصلاة والسلام ما جاء بما يخالف ما كان عليه موسى من الاعتقاد، وكل أنبياء الله تعالى كانوا على عقيدة واحدة. ولا تكونوا أول كافر به، يعني لا تكونوا أول من كفر به، أو أول حزب أو فوج كافر بالقرآن، أو ولا يكن كل واحد منكم أول كافر به. ولا تكونوا أول كافر به، كل فرد منكم لا يكن أول كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تعريض إلى أنه بأنه يجب أن يكونوا أول من يؤمن به، لأن اليهود
فيما أنزل الله تعالى على نبيهم موسى في التوراة صفة محمد عليه الصلاة والسلام، فهم يعرفونه بصفته، يعرفونه بصفته، فكان الحري بهم أن يكونوا أول من يؤمن به. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تشتروا، هنا المراد لا تستبدلوا، لا تستبدلوا بآياتي. كيف يستبدلون بآيات الله؟ بتغييرها وتحريفها. اليهود أول ما بدأوا يحرفون التوراة المنزلة على موسى عليه السلام بدأوا بتغيير المعنى، حافظوا على لفظ الآية في التوراة لكن صاروا يحرفون المعنى، ثم شيئا فشيئا صاروا يبدلون عين اللفظ، صاروا يغيرون في ألفاظ التوراة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، شو هذا الثمن القليل؟ أنت أيها اليهودي تترك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم بعدما ثبت لك في كتابك الذي أنزل على نبيك صفة محمد عليه الصلاة والسلام، تستبدل ذلك بثمن قليل، تضيعه مقابل ثمن قليل، ما هو هذا الثمن القليل؟ قال الحسن البصري: هو الدنيا بحذافيرها، هو الدنيا بحذافيرها. كل الدنيا لا تساوي شيئا أمام أن يكون الشخص مؤمنا مسلما يموت على الإيمان ثم بعد ذلك يخلد في الجنة. ماذا تنفعه الدنيا الفانية؟ فإذا الثمن القليل هنا هو الدنيا بحذافيرها بالنسبة للآخرة، يعني الدنيا كلها شيء قليل قليل قليل، ثمن قليل بالنسبة لما أعد الله تعالى للفائزين في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة، أي بالنسبة للآخرة، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة، وعذاب الدنيا بالنسبة لعذاب الآخرة، كما يعلق على من وضع إصبعه في البحر ثم رفعها من الماء. ما الذي يعلق عليه من الماء بالنسبة للبحر؟ هذا الذي يعلق على الإصبع، عندما تضع إصبعك في البحر ثم ترفعه، الماء الذي علق على الإصبع أو على الإصبع أو على الأصبوع أو على الأصبع، ماذا يكون بالنسبة لماء البحر؟ كلا شيء. هكذا نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة، وعذابها بالنسبة لعذابها. وقيل في تفسير الثمن القليل هنا الرياسة، كانت لهم رياسة في قومهم، كانوا حكام فخافوا على رئاستهم أن تفوت عليهم، أن تذهب عنهم لو اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. النبي علم الناس: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مش اللي عنده منصب رفيع في الدولة
أو في الشركة، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هؤلاء خافوا، لو قالوا لسان حالهم لو نحن اتبعنا محمدا تذهب علينا رئاستنا. حالهم كحال بعض الرؤساء من هذه الأمة أيضا، يعاندون الحق لئلا تفوتهم وتذهب عنهم الرئاسة. في ناس يعاندون الحق من أجل منصب دنيوي زائل، قد يكون هذا المنصب وبالا عليهم يوم القيامة. الإمام البخاري كلنا نسمع به ونعرف مرتبته في علم الحديث، وأن كتابه الصحيح وأصح كتاب بعد كتاب الله. الإمام البخاري عكر عليه شيخ مشهور في بلد، جاء البخاري إلى هذا البلد، بخاري زار بلدا من البلاد، في هذا البلد كان يوجد شيخ مشهور جدا، محدث عالم في الحديث. لما بلغ أهل المدينة أن البخاري قادم إليهم سيزورهم، خرجوا إليه لاستقباله قبل أن يصل إلى المدينة بمسافة بعيدة. شهرته سبقت جسده عندهم، قبل أن يلتقوا به شهرته طارت إليهم. هذا المحدث غار من البخاري، لحقته غيرة من البخاري، فصار يعمل تشويشا. ذهب إلى حاكم تلك البلد فصار يشوش على البخاري. حاكم البلد صدقه، فنفى البخاري، منعه من الدخول إلى ذلك البلد، مع أن هذا المحدث، هذا الشيخ، كان عالما مشهورا من المحدثين، لكن أعماه الغيرة. فلا تغرنكم صور الأعمال، لا تغتروا بصور الأعمال، الله أعلم بما في القلوب. نحن لنا الظاهر، نحسن الظن بالمسلمين، لكن ما في قلب كل واحد منا الله تعالى وحده المطلع عليه. يعني لو واحد منا رأى هذا الشيخ المحدث لأعظمه وأكبره، محدث شيخ كبير في العلم عندهم، لكن في قلبه مرض، في قلبه مرض. وإياي فاتقون، فاتقوني. النون هنا معناها مع الياء، فارهبون يعني فارهبوني، فاتقون يعني فاتقوني، لكم دينكم ولي دين، ولي ديني. الياء ليست مرسومة، ليست مكتوبة، لكن معناها قائم موجود. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، أن يحضروني. كذلك هنا وإياي فاتقون، يعني لا تتعرضوا لما يوجب سخطي، لا تفعلوا ما تستحقون عليه عذابي، ولا تلبسوا الحق بالباطل. لا تلبسوا الحق بالباطل يعني لا تخلطوا الحق بالباطل. لبس الحق بالباطل يعني خلطه، أدخل هذا في هذا. ما
معناه لا تكتبوا في التوراة ما ليس منها، فيختلط الحق المنزل على موسى بالباطل الذي كتبتم وافتريتم، حتى لا يميز بين حقها وباطلكم. أنتم زدتم في التوراة ما ليس منها، حتى لو اطلع إنسان على التوراة لا يميز بين الحق الذي نزل على موسى وبين الباطل الذي أدخلتموه في التوراة. ولا تلبسوا الحق بالباطل. وتكتموا الحق، وتكتموا الحق. يعني لا تجمعوا بين لبس الحق بالباطل وكتمان الحق. لا تجمعوا بين لبس الحق بالباطل وكتمان الحق. مثال على ذلك في اللغة مثلا تقول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. إذا قلت وتشرب بالفتح، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وتشرب إذا قيلت بالفتح معناه لا تأكل السمك مع شرب اللبن الحليب. أما إذا قيل لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل ولا تشرب اللبن، هذا نهي عنهما، معناه أنا نهيتك عن أكل السمك وعن شرب الحليب. أما في الأولى لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني لا تأكل السمك مع الحليب، في فرق بين الاثنين. لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني اترك كليهما، لا تفعل هذا ولا هذا. أما إذا قيل لا تأكل السمك وتشرب اللبن بضم الباء، معناه لك أن تشرب اللبن الحليب من دون أن تجمع بينهما، فيك تشرب حليب بدون ما تأكل سمك، معناه لك أن تشرب اللبن من دون أن يجمع بينه وبين اللبن وبين السمك. فشو اللي تغير؟ فتحة وضم وكسرة، تغير المعنى. شفتوا أهمية اللغة العربية؟ أحيانا إذا واحد مثلا عم بيحاول يحكي بالفصحى فأخطأ في الإعراب صلحنا له، بقول لك هلا بدي أرجع أدرس قواعد من جديد، صري من صف الخامس ابتدائي تاركها. يا أخي ودينك كيف بدك تفهمه؟ لا تستغني عن اللغة العربية في فهم أمور الدين. إذا بدك تتبحر أكثر كيف بدك تستغني عن اللغة العربية؟ كيف تفهم القرآن إن كنت جاهلا بالعربية؟ أما لو ترك الإعراب، قلنا لا تأكل السمك بالعميل، ما تأكل سمك وتشرب لبن، ما تأكل سمك وتشرب لبن، الجملة بحسب لفظها لا تعطي إلا معنى واحدا. ما تأكل سمك وتشرب لبن، هل مرادك ما تأكل السمك مع اللبن، أو مرادك إذا أكلت سمك ما تشرب لبن، أو مرادك فيك تأكل لبن بدون ما فيك تشرب لبن حليب بدون ما تأكل سمك؟ ما وضحت. فبحسب لفظ الجملة لا تعطي إلا معنى واحدا. طيب كيف بيفهموا العرب كانوا بحسب القرينة؟ شو سياق الجملة؟ يعني واحد عم بقول له للتاني: أنا مبارح يا رجل
أكلت سمك مع الحليب صار معي كذا وكذا. قال له لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، أو ما تأكل سمك وتشرب حليب. بينفهم من سياق الجملة ومن القرينة شو مراده، إنه ما تأكلهم مع بعض. وهما أمران متميزان، يعني لبس الحق بالباطل، يعني جعلهم الباطل في التوراة الذي هو حق، وفوق ذلك يكتمون الحق. كيف يكتمون الحق؟ بأن يقولوا نحن لا نجد في التوراة صفة محمد. هم يعلمون أن صفته في التوراة مذكورة، فيكتمون الحق، يقولون لا نجد صفته في التوراة. وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، يعني أنتم في حال علمكم أنكم لابسون الحق بالباطل وكاتمون الحق، وهذا يعني أقبح لكم. لأنه بعض الناس قد يفعل شيئا قبيحا مع جهلهم أنه قبيح، فربما من فعل ذلك عذر. كيف عم تعمل هيك؟ هذا شيء بشع قبيح. بقول لك ما معي خبر أنه قبيح، لو بعرف أنه قبيح ما لا أفعل. ما عم نحكي حرام وغير حرام، عم نحكي شيء قبيح. فالجهل بالقبيح ربما عذر مرتكبه حسب هذا القبيح. أما أن تعرف أنه قبيح وتعرف أن هذا حق وتكتم الحق، هذا أشد، هذا أشد، وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني أقيموا صلاة المسلمين وآتوا الزكاة، يعني آمنوا بالله ثم بعد ذلك يجب عليكم أن تصلوا، ويجب عليكم أن تدفعوا مال الزكاة إن وجبت عليكم. ومعروف أن اليهود في العادة شو بيكونوا؟ أغنياء، في العادة يكونون أغنياء. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني واركعوا مع الراكعين من المسلمين، لأن اليهود لا ركوع في صلاتهم، اليهود لا ركوع في صلاتهم، وهذا مشهور عند المؤرخين الذين يؤرخون لتاريخ اليهود، يذكرون أن صلاتهم ليس فيها ركوع. نعم. أما في الحديث، في الحديث لم يرد حديث في أن اليهود في صلاتهم الأصلية ما كان في ركوع، لم يرد في الحديث أن صلاتهم لم يكن فيها ركوع، لكنه أمر محتمل، أمر محتمل، فما فينا نجزم لأنه كلام مؤرخين ليس مبنيا على كلام من لا ينطق عن الهوى، ففي احتمال هيك وفي احتمال هيك. أما اركعوا مع الراكعين، إذا كان صلاتهم على قول المؤرخين ما فيها ركوع، ما معنى واركعوا مع الراكعين؟ يعني معناه اركعوا مع الراكعين من أمة محمد ولو لم يكن في صلاتكم الأصلية، يعني في زمن موسى لو لم يكن في شرعكم ركوع في صلاتكم، يعني أسلموا واعملوا عمل أهل الإسلام، هذا معناه. وجاز لغة وشرعا أن يراد بالركوع الصلاة كما يعبر عنها بالسجود، يعني تقول للشخص روح يا رجل اسجد لك سجدتين لله، معناه صلي ركعتين،
اركع لك ركعتين لله، معناه صلي ركعتين، عبر عن الصلاة بالركوع أو بالسجود، فيجوز أن يكون هذا المعنى. ويحتمل أيضا أن يكون أمرا بالصلاة مع المصلين، يعني في الجماعة، كونوا في الجماعة في الصلاة، صلوها مع المصلين وليس منفردين، وليس منفردين. تعرفون أن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب25 ركعة، الذي يصلي الصلاة في جماعة له من الثواب 25 ركعة زيادة على صلاة الفذ الفرد، وورد 27، وورد 27. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أتأمرون الناس، هذا تقرير مع توبيخ وتعجب، تعجب استنكار من حالهم. هلا تعجب من مين؟ تعجب من العباد. الله تعالى ذكرنا في أول تفسير سورة البقرة أن الله لا يوصف بالتعجب، لكن العباد يتعجبون منكم، تأمرون الناس بالبر وأنتم لا تفعلونه، تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلوا. البر معناه سعة الخير، سعة الخير، سعة المعروف، سعة الخير. يقال البر والبر بالكسر، البر والبر كلاهما من مادة واحدة، يعني الجذر تبعها الأصل واحد، المناسبة بينهما، المعنى المشترك بينهما السعة في الكل. نقول الله تعالى هو البر الجواد واسع العطاء، البر الجواد. البر سعة الخير، سعة المعروف، ويشمل كل خير، البر يشمل كل خير. ومن ذلك قولهم صدقت وبررت، صدقت وبررت. كان أحبار اليهود يأمرون من نصحوه في السر من أقاربهم وغيرهم باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، الأحبار، لأنهم قرأوا التوراة وعرفوا أن محمدا هو نبي آخر الزمان، لأن صفته مذكورة في التوراة التي بين أيديهم، فكانوا يأمرون من نصحوه في السر من أقاربهم وغيرهم أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، أما هم فلا يتبعونه. ليه؟ حتى لا تذهب عليهم الرئاسة. أحيانا كانوا يقولون لأتباعهم محمد صادق فاتبعوه، ما ورد في الحديث أن غلاما يهوديا كان للنبي عليه الصلاة والسلام فمرض مرض الوفاة، فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه للإسلام، عرض عليه الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال له أطيع أبا القاسم، أطيع أبا القاسم، فتشهد أسلم ثم مات. أما الأب لم يسلم، أبوه ما أسلم. وقيل كانوا يأمرون الناس بالصدقة أما هم فكانوا لا يتصدقون، وإذا أتوا أحضروا إليهم الصدقات
حتى يفرقوها على المستحقين خانوا فيها أكلوها لأنفسهم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني تتركون أنفسكم من البر، صار كالمنسيات، هم لم ينسوا، هم ما نسوا لكن كأنهم نسوا. هنا النسيان معناه الترك، تنسون أنفسكم يعني تتركون أنفسكم من هذا البر، صار كالشيء الذي نسي. في القرآن الله تعالى قال اليوم ننساكم، معناه نترككم في العذاب، نترككم في العذاب، ليس معناه أن الله ينسى صفة، ليس له صفة النسيان فينسى. اليوم ننساكم يعني نترككم في العذاب. وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، وهذا تبكيت لهم، تعنيف لهم، لوم لهم، يعني أنتم تتلون التوراة وفيها نعت محمد عليه الصلاة والسلام، أو فيها الوعيد على الخيانة وترك البر ومخالفة القول العمل، هذا تجدونه في التوراة عندكم فتأمرون به الناس، أما أنتم فلا تنصاعون لأحكام التوراة، انتهوا عن ذلك، اتركوا ذلك. أفلا تعقلون، يعني أفلا تفطنون، يعني تنتبهوا لقبح ما أقدمتم عليه. واستعينوا يعني على حوائجكم إلى الله، على ما تحتاجونه وأنتم تطلبون من الله، واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني بالجمع بين الصبر والصلاة. كيف نجمع بين الصبر والصلاة؟ بأن نصلي صابرين على تكاليف الصلاة، محتملين لمشاقها وما يجب فيها من إخلاص القلب ودفع الوساوس الشيطانية ومراعاة الآداب والخشوع واستحضار العلم، يعني أن يستحضر المصلي أنه قائم يؤدي الصلاة إلى مالك الأرض والسماء، إلى خالقه الذي ليس كمثله شيء، إلى جبار السماوات والأرض. واستعينوا بالصبر والصلاة. أنت لما تكون بردان وقعد تحت اللحاف ويحين وقت الصلاة، بتقوم تتوضأ، وقد ما يكون في ماء ساخن ولا يضرك الماء البارد، فتتوضأ وتسبغ الوضوء على المكاره. قديش ثوابك عظيم إن أخلصت نيتك لله تعالى، وبتوقف تأتي بشروط صحة الصلاة، تأتي بأركانها، تأتي بآدابها، تأتي بسننها، كل هذا يحتاج إلى كسر نفس، يعني إلى صبر. واستعينوا بالصبر والصلاة، أو استعينوا على البلايا والنوائب، ما يصيبكم من مصائب في هذه الدنيا استعينوا على ذلك بالصبر عليها والالتجاء إلى الصلاة عند وقوعها. إذا نزلت بك مصيبة اهرع إلى الصلاة، بادر إلى الصلاة. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذا حزبه أمر يعني كربه أمر، شيء حصل كربه، أصابه بكرب،
لما تصيبه مصيبة كان عليه الصلاة والسلام يفزع إلى الصلاة، يعني يبادر إليها متطوعا لله تبارك وتعالى. لما نقول فزع إلى الصلاة يعني صلى تطوعا لله تبارك وتعالى ليكشف عنه الكرب، لجأ إلى الصلاة التي هي صلاة تطوع، لأما الصلاة المفروضة فيجب عليه أن يؤديها. فالمطلوب منا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلم والمسلمة أن يفزعوا إلى الله تبارك وتعالى إذا كربهم أمر، إذا حزبهم أمر، إذا أصابتهم شدة أو نزلت بهم مصيبة. شيخنا رضي الله عنه يقول: هذا الذي ينبغي للمسلم والمسلمة إذا نزل به بلاء أن يفزع إلى الله تبارك وتعالى بأن يصلي تطوعا لله عز وجل. قال: لا ينبغي أن يسرع إلى الأطباء من غير ضرورة. إذا شكت شوكة خدني عند الدكتور هو أو هي، هذا ما يسمى الكشف الدوري الذي فيه كشف عورة عند الأطباء، كثير من الأمراض تحصل بسببه ابتلاء من الله تبارك وتعالى، ابتلاء من الله تبارك وتعالى. سبحان الله. كان شخص ممن هو غال على قلبي كثيرا ما يقول لي: اذهب إلى الطبيب، اعمل فحوصات، اعمل كذا، اعمل كذا، اعمل كذا. واللي بيصير عمره قال ما بعرف قديش بيصير بده يعمل فحص دوري عند الطبيب، خلص بيسلم حاله للطبيب، يعني بيقول له الطبيب: هلأ بتاخد الأسبرين ولا بتاخد كذا وما فيك تاخد كذا. سبحان الله، مات قبلي. كان يعمل الفحص الدوري وكان مات قبلي رحمات ربي عليه. زوجته ما كانت ترغب بهذا، ماتت بعده، ماتت بعده رحمهما الله. وقيل: الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. شوفوا القرآن تفسيره يحمل أوجها لائقة، يعني معاني تليق بالقرآن، يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، مما لا يدفعه دليل عقلي ولا يؤدي إلى تناقض في القرآن، واللغة العربية توافق عليه. واستعينوا بالصبر، قالوا الصبر هنا معناه الصوم. ليه؟ لأنك بالصوم تحبس نفسك عن المفطرات. ومن هنا قيل لرمضان، لشهر رمضان، شهر الصبر، شهر الصبر. واستعينوا بالصبر والصلاة، قالوا الصلاة أيضا يحتمل أن يكون المعنى الدعاء، يعني استعينوا على البلايا بالصبر والالتجاء إلى الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في دفع هذا البلاء، فالمعنى يحتمل. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها الضمير لمين راجع؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. إلى الصلاة
يحتمل. شو في احتمال تاني؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة على الخاشعين، إلا على الخاشعين. يحتمل أن يكون ضمير عائد إلى الاستعانة، يعني فلتكن استعانتكم بالصبر والصلاة وهذه الاستعانة كبيرة إلا على الخاشعين. ليش؟ الخاشعين ليس عليهم الاستعانة بالصبر والصلاة كبيرة، لأنهم يتوقعون ما ادخر الله تعالى للصابرين على متاعبهم في هذه الدنيا، فتهون عليهم هذه المتاعب، تهون عليهم، يعلمون أنهم في دار ممر وليسوا في دار مستقر. فإذا نكون وصلنا إلى قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الآية 45 من سورة البقرة. نقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.